ترفضها الامم والمجتمعات. ايها العالم الذي تنادي باحلال السلام وتحارب الارهاب، كيف لك ان تعطي حصانات للقتلة؟ لن نقبل حصانات وهذه الميادين. نقولهم اكيد سوف نحاكمهم اكيد، عهدا عهدا يا شاهد، سوف اكيد. بعد رحيل السفاح ابن اليمن، وثقوا ان الميادين والساحات قادرة على انجاز وعد المحاكمة، وقادرة على انجاز وعد